نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية ونشاط كما العادة. عدت إليكم بأول أول 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 شحال هادي وما درتوش بكنش الشهر ما درتوش، عندي بزاف ما نوري لكم، عندي الحوايج، عندي الاكسسوار، عندي للتنظيم والترتيب المجوهرات، عندي سيكان، عندي صندارة كاين فغيمون بزاف ما نوري لكم. بقوا معايا حتى الاخر، نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم بحال هذه الفيديوهات نتاع لي اول لي لايك نتاعكم تيفرحوني وتيشجعوني. كنرحب بجميع التعليقات نتاعكم وقولوا لي من هادشي كاع كله اللي غادي تشوفوا اشنا هي الحوايج اللي هما جاو معايا اكثر ويقدروا يجوا معكم حتى نتوما. نرحب بجميع الاسئله نتاعكم، جميع التعليقات نتاعكم غادي نحاول نجاوب على الاسئله نتاعكم التحت في التعليقات، واللي ما جاوبت عليها غادي تكون الاجابه عليها في فقره سؤال حبوباتي. ما تنساوش الانستغرام والفيسبوك التحت في صندوق الوصف. قبل ما نوري لكم اي حاجه درت لكم هذه مؤخرا اول نتاع الدراري نتاع ميسه 6 سنوات ونتاع يانيس عامين او 2 سنوات عامين جوج نتاع السنوات. دونك شريت لي يانيس عطاني مؤخرا ديجا في الاول قلت لي ودي راك درتي بزاف ليانيس وميسه يلا شريتي لها شي شويه ماشي بزاف. عاوتاني زدت ليانيس علاش لحقاش ميسه كان باقي شي حوايج اللي هما بقاو ليها من داك العام. دونك هذا العام عطاني زدت لها حوايج اخرى ولكن ماشي شريت لها كلشي. اما يانيس ما حدو تيكبر وما حد خاصني نشري ليه من ا زد، يعني حتى داكشي نتاع العام صغيور، داكشي ما غاديش يلبس الحوايج نتاع العام في عامين، صغيور جدا جدا جدا. دونك عاوتاني شريت ليه حوايج عاوتاني من فيرب وتي لحقاش درت بان لي سولد غادي يمشيو ما غاديش يرجعوا عاوتاني طرش نرجع لحقاش يديروا لي سولد كل شهر. لي سولد كل شهر سولتوني هذا السؤال فيرب وتي تيشريو تيشريو تيديروا لي سولد كل شهر. وخديت ليه خديت ليه واحد السروال نتاع الجين داير بحال هكا. بالنسبه للاثمنه الاثمنه ما يمكنليش نقولهم لكم ولكن هادشي اللي خديته ماشي مصودي، ما انا حيت جاوني ما وصلونيش الاثمنه. وهاد السراول غادي يكونوا سوال بحال هكا اللي هما تيتجمعوا من الصنطه، يعني تيتجمعوا بهاد لولاتكم اللي عندهم عامين وثلاث سنين شرو لهم هادو اللي تيتجمعوا بالصدافي. يعني هنايا كاينه واحد حس استيك وهاد الاستيك تيدخل في هاد الصدفه هذا والسروال تيتجمع. حتى حاجه مصوديه حتى حاجه مصوديه لحقاش عرفت بان لي طي غادي يمشيو. دونك بالنسبه للتريكويات هو نورمالمون هو عنده عامين وغنخوض ليه نتاع 3 سنين باش يلاه يجيو معاه وجاو معاه. انا خديت ليه واحد نتاع 3 سنين جاو معاه هما هذوك لحقاش هو تبارك الله عليه شي شويه طويل. دونك يلاه تيجيو مع التريكويات هما هذوك، يعني غادي يقبطوا ليه الشتوى كلها هي بلا ما يصغروا عليه. دونك خديت ليه هذا التريكو هذا داير على هذا الشكل هذا، الكل نتاعو راه يمكن يطلع حتى الفوق ولكن من احسن يبقى هكا على هكا. غزي ولين هاد التريكويات هادو، هادو انا عرفت بانني شريتهم ب 20 اورو التريكو، يعني 4000 ريال التريكو هما تيتباعوا ب 24 اورو ولكن مع ديك لاكارت نتاع فيربودي تتخلصي 5 اورو شي حاجه في العام، تتخلصي 5 اورو شي حاجه في العام. و انت تيعتبر ديك واحد لاكارت هذيك لاكارت بس بحال شكون تاع اوركسترا ياك اوركسترا هما تيتخلصي ديك 35 في العام وديما عندك الصول العام كله عندك الصول. دونك فيغ بودي داروا 5 اورو بداو 5 اورو بشي حاجه ولكن ما تنقصوش بزاف تنقصوش عاوتاني بزاف. هاد التريكو نقصو فيه 4 اورو بحال هكا غزيوي. غادي نخلي الحوايج هما الاخر غادي نوري لكم كاع لي اكسسوار، يعني داكشي اللي ما تيتلبس ونخلي اللباس هو الاخر. غادي نبدا فهاد الصاك هذا هما المو اللي تتشدي بحال هكا هما المو هادو هما اللي ولاو دابا تيكبسوا لكن قال لي واحد البنات اش ما لاقش في المغرب تهزيه بحال هكا يجروك انت ووليدين حتى هذا تيتهز بهاد الطريقه هادي تيتحل بحال هكا وهذا الاخر نتاعو داير بحال هكا وعندو سلسلة اللي باقي انا مركبتهاش تيجيو كلاس. وهاد الشي راه يمكن يتلبس حتى في الشتوى مع شي مونتو يكون كلاس زوين شي سباسطالو تيجيو زويونين. الساك داير بحال هكا
في واحد السنيديره غزاله، انا عرفت بان هذه ماشي مقطعه نتاع السنيديرات، مي هذه غزاله فنه جدا جدا، وتجي في الرجل تري 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 كلاس. تلبسيها مع كسوه ولا تلبسيها مع سروال تجي زوينه. هي ماشي طويله بزاف، يعني الناس اللي هما قصار ما غاديش زعما تزيد طولهم، ولكن فريمون زوينه تجي في الرجل، غايه في الجمال. والان سوف نمر الى لي زاكسيسوار. دونك غادي نبدا بهذا الكولي. هذا كيجاكم قولوا لي كيجاكم؟ هذا غزال جدا 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 جدا، تيجي باللبسه زوينه. دونك هذا ما نقدرش مثلا انا نخرج به بالنار، لحقاش هو فريمون خاصك تكون عندك جرأه، ولكن ما عنديش انا واحد الجرأه باش نخرج انايا بهذا في النهار. كاين بنات تيخرجوا به بالنهار، انا نخرج به غير بالليل، تيجي غزال. يمكن لك كاع ديري اكسسوار فوق الشعر نتاعك او فوق الحجاب نتاعك في شي عرس، تيجي تا هو هائل جدا جدا. فشي عرس ولا فشي مناسبه تيجي هائل جدا. تحاولي تصايبي مثلا الفولار نتاعك مزيان، ولكن هنايا غادي يجي احسن في العنق. دابا غادي نوري لكم البوكل دوغاي او الحلقات، غادي نوري لكم وحده وحده، وغادي تزومي باش تشوفوهم. الاولى دايره بحال هكا، تيجو زوينين فشي فرح ولا فشي مناسبه. البنات اللي قالوا لي كيفاش ترتبي الحلقات نتاعك، ان شاء الله فيديو غادي يكون خاص، ولكن باقي انايا كل نوبات نخوض بعض الحوايج او بعض كيفاش انايا نحطهم. دونك خط هذا البريزونطوار هذا، ولكن كاين بعض الحلقات اللي هما ما وقفوا لياش فيه، يعني سيطيحوا. هادو هما اللي يقدروا يوقفوا لكم فيه، يمكن تحط فوق الكوافوز ولا تحط في الماريو، غير هو راه كبير بزاف. الا كان عندكم ماريو اللي هو شو شويه صغير ما يدخلش فيه، هاد تحطوه فوق الكوافوز. اما هاد الحلقات هادو نورمالمون بلات انا غادي نوري لكم بحال دابا انايا هاد جوج هادو اللي حطيتهم هنايا، الا حطيتهم انا في هذاك اللي وريت لكم في الاول يطيحوا يطيحوا الراس هذا، ما تيبقاش محبوس هنايا. دونك خديت هذا باش يبقاو جميع الحلقات نتاعكم منظمين، هادو حتى هما اللي دايرين هنايا منظمين، كل حاجه في بلاصتها. وخديت هذا لي كوليير، درت لكم فيديو خاص وريت لكم جميع لي كوليير، غادي تلقاو على القناه. هادو عندي فيهم اشكال اللي هما متعدده، وكل نوبه تنخذ وحيد ولا جوج باش نضم مازال البلاصه اللي تنحط فيها انايا المجوهرات ديالي. استفز كاع داكشي اللي بغيت نوري لكم هنايا. ديت هادو نتاع الشهر، سولتوني عليهم شحال من نوبه، فين تلقاوهم؟ غادي تلقاو اللين لتحت في صندوقي الوصف. اما بالنسبه لهادو، هادو ان شاء الله انا تنحط لكم واحد الفيديو، ما غاديش نقول لكم اش من الفيديو، ولكن غادي نستعمل فيه هادو. هادو يمكن لك مثلا اذا كان عندك شي عكر مهرس تتعاودي تذوبيه وتتحطيه في هنايا، ان شاء الله غادي يكون فيديو خاص لهذه المسائل. انا خديتهم ولكن زوينين، زعما اللي تهرس لك شي عكا شي فاغا بوبيغ تا هما تهرسوا ليك، بتحطي فيه شي كريمه غاديه مصفره لشي بلاصه. دونك تيلقوا لعده مسائل. بالنسبه لهاد الاشياء هادو غادي يكون ان شاء الله في فيديو خاص، يعني بولا سيكوريتي، يعني كاع داكشي اللي تيخص الاطفال. بالنسبه لهادو الا كان الطفل نتاعكم بحال يعني تيحل الماريو وتيخرج لكم كاع داكشي اللي فيه، دونك هادو تتعلقوها في الماريو وتتبقى حبس لكم من باب الباب. دونك تتحلي الا بيتي تحلي، ولكن هو ما يقدرش باقي يحلو. اما هادو راه وريت لكم في فيديو شحال هادي، حيت وريت لكم انايا جوله في غرفه يانيس، غادي تلقاو الرابط نتاع هاد المنتجات هادو لتحت في صندوق الوصف. نورمالمون هادو نتاو كاش بريز تتحطيه في البريز، والدراس غور ما تيخشيش يديه في البريز ولا ما تيخشيش شي قطيب ولا شي حاجه باش ما يضربوش الكهرباء، هذا تتخشيه في البريز، وهذا باش تجبديه الا انت بغيتي تقدي بالبريز نتاعك. اما هذا ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات مخصصه، لحقاش طلبتوا ليا هذا الشيء فريمون شحال من نوبه، وكل نوبه تنقول بلاتي بلاتي بلاتي. بالنسبه لهذه، هذه نورمالمون الطبله باش تعرفوا هذه الاشياء هذه.
هي بالنسبه للامهات اللي هما باقي جداد، الامهات اللي هما تنتظروا اطفال، هاد الاشياء هذه غادي تكون مهمه. ما عرفتش يديروا نظري هنايا نظري توما توما نوري لكم. هذه تديرها في القنص تاع الطبله باش الا طاح في القنص تاع الطبله ما يتحش على. وفي الاخير غادي نقول لكم واخيرا وجدت الكاب تاع صباغات الشعر، يعني الكاب اللي تحطيه انت فوق الحوايج نتاعك قبل ما تصبغي شعرك باش ما تخسريش الحجوه، باش ما تخسريش الحوايج اللي انت لابسه. ديما انا تندير فوطه بزاف، نتوما نصلحتوني بزاف نتاع نتاع المجازات، بزاف نتاع المواقع. واخيرا غادي نخلي لكم لوليا نتاع هذا الكاب هذا لتحت في صندوقي الوصف اذا كان هذا الامر تيهمكم. وصافي ساليت لكم على هذه الاشياء هذه. دابا غادي نمروا الى الحوايج. جيت شكرتي للمدرسه لا تنضحك معكم. بالنسبه لهذا ماذا بالنسبه لي ماشي شكاره، ولكن حيت كنت نقرا كانت عندي تقريبا نفس الشكاره نفسها. دونك هذا بالنسبه لي غير ساكادو الا كنا غادي نمشي بلاصه وبين البيكنيكي وتحطي فيه لي ساندويتش نتاعك، تحطي فيه داكشي اللي خاصك تمشي البيكنيكي انت والوليدات نتاعك. وخصوصا حيت حنايا عزيزين علينا البيكنيكو في حدا البحر، فاش تيكونوا دوك الجرف يعني فاش تيكونوا دوك الحجار يعني ما يمكنلكش انت تدي معاك لا بوسيت، خاصك ديما ديري لي ساكادو نتاعك وتمشي في واحد الفونت فوق شي حجره وتطبقوا البحر. هكاك تعطي واحد المنظر غزال 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 بزاف. النوبات كنديروا هذه القضيه هذه حتى فاش كانوا عندي الوالدين ديما كنا كنديروهم حدا الجراف، تتكون الشتا تكون الشمس وتيكون البحر الزرق وباش يكون ما تيكون حداك حتى حد، وتما كتقعدي تاكلي يعني رائع جدا 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 جدا. دونك خديت الساكادو، هاد الساكادو هادو راه يليق حتى الا كنتو غاديين المدرسه. بالنسبه للمدرسه حيت كنت انا تنمشي ليها كما قلت لكم كان عندي الساكادو بحالو في الزرق في الزرق بحالو بحالو بحالو. دابا وصلنا الى الفقره نتاع الملابس. غادي نبدا باش غادي نبدا معاش نوري لكم الصالوبيت، ولكن غادي نوري لكم هذاك اللي دايره انايا تحت الصالوبيت معايا الطون نتاعو. دونك نازل دوك لبسيه مع اما سروات الجين او سروات الكحل وصباط الطالو، غادي يجيكم روعه روعه. وانايا الحاجه اللي عجبتني اكثر في هالستريكو هذا هو هذاك الصفر اللي هنايا في الفوق، فريمون اوريجينال غزال تيعطيك واحد الاشراقه للوجه نتاعك. وانا لبست مع الصالوبيت غزال، راه يمكن كاع تلبسوه على هاد الطريقة هادي، يعني تخلوه الصالوبيت تخليوه هدا مبلي وتلبسوه على هاد الطريقة هادي تيجي جميل وتيكون واحد ستيل، واحد ستيل اللي واه تيكون ليكم بوحدكم. دونك بالنسبة لهاد التريكو هدا كيما شفتو معايا فيه فوم، فيه بزاف نتاع فيه بزاف نتاع الأشياء، زوين بحال إلا نتيا معلقة. يمكن ليكم كاع تشريو تريكو اللي هو عادي وديروا فيه البلاكات اللي نتوما باغيين. دونك هذا في ابيض وكاين واحد اخر بحالو بالاسود، غزال 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 في الاسود حمقني غزال غزال. قولوا لي نتوما كيما جاكم هاد التريكويات، مي فريمون روعه جدا جدا جدا. عندهم نفس البلاك ام مقلوبه وداك داكشي نتوما تعطيك واحد الستيل اللي هو غزال ليك بوحدك. وكما قلت لكم اما تلبسوه مع سروال تجي ولا تلبسوه مع صالوبيت ولا تلبسوه مع شي حاجه ولا تلبسوه هي ما غاديش تلبسوه بوحدكم. شوف بعدا اش نقول لكم تلبسوه مع شي حاجه يعني مع الصيام ما غاتجي معاه، ولكن غادي يجي لكم اما مع سروال الجين او مع شي صالوبيت ديروه على هاد الطريقه هادي. ولكن الاحسن يكون مع انا بالنسبه لي غادي نلبسوه مع سروات الجين. غير دابا لحقاش انا لبست الصالوبيت في الاول وما فياش اللي نمشي نلبس حتى سروات الجين، قلت لكم غير الصالوبيت توا غادي يقدر يجي معاهم. وديما ديما سبرديله باش تيكون واحد الستيل اللي هو ديكو تراكتي وفي نفس الوقت اللي هو انيق. يمكن لكم تلبسوا كاع الطالو، ولكن انا بالنسبه لي لبست سبرديله. قولوا لي كيف جاكم هذا التريكو هذا. انا اللون هو اللي حمقني ديما، كنت نقول لكم الا عندكم اللون اللي هو اسمر حاولوا تشلو الوان بحال هادو تزيد مازال يبين لكم واحد اشراقه للوجه نتاعكم. والسموريه مهما كانت مغلوقه ما هو هو تيبينها مضيئه جدا. دونك في اللور نتاعو في لون وفي القدام نتاعو في لون، تيعجبوني بحال هاد التريكويات تيكونوا دي كونتراكتي. وهذا مع سروالات الجين تا هو وسبرديله المهم فوق غير الحاجه اللوك اللي هو يكون خرجه مع الدراري ولا بغيتي تمشي تسوقي ولا زعما ماشي للخدمه. الخدمه عاوتاني تيكون لها حوايجها خاصه ماشي غير
شي حاجه اللي هي اما خارجه مع الدراري ولا بغيتي تمشي تسوقي ولا خارجه انت زوج نتاعك غير بغيتي تمشاو فشي بلاصه دونك تيليقوا بعض هاد الاشياء هادو بعض هاد الملابس هادو تيليقوا لكم ماشي ديما الصباسطال والسروال نتاع التايور لا فيست داكشي عاوتاني خليو وهاد لا شوميز او الكسوايه نورمالمون كسوايه ولكن كما قلت لكم في الاول اللي فات الا كنتو تذكروا معايا بانني خديت بزاف نتاع الكساوي اللي تلبسهم مع دي بونتاكور مع سروال تجيني اللي هما قصار وعجبتكم بزاف 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 نتاع الفكرة بزاف عجبتكم بزاف نتاع الفكرة عجبتكم الفكرة دونك خديت هادي اللي هي نورمالمون هما قويين جات تلبسو هكا يعني جايين من هنايا هادي هي ولات لا طوندوس تاع العام ولكن انا ماشي ما غاديش نشري داكشي ما عجبنيش ماشي اي حاجة تخرج تمشي انايا نلبسها ولا تلبس داكشي انايا اللي قد يواتيني ويقد يجي معايا ويجي حتى مع السن نتاعي دونك انايا عرفت كي جاتكم هادي كي جاتكم هادي لبستها في واحد الفيديو نتاع فلوغ اللي درتو انايا والعائلة نتاعتي وعجبتكم بزاف دونك غتلقاو تاهي رابط نتاعها لتحت في صندوقي الوصف ممكن تلبسوها بوحدها مع سرب ديال السبرديلة هي راه ما طويلاش بزاف نوري لكم انايا حتى فين وقفتها لهنايا او تلبسوها ما غاديش تلبسها بيان سور مع هذا تلبسوها مع لي بونتاكور اللي تيكونوا قصيوري ومع سبرجيله انا غادي نلبسها مع البونتاكور وسبرجيله حتى هي تجي غزاله وهذه كيفاش جاتكم هي عاوتاني كسوا واللي انا ما غاديش نلبسها ثاني كسوا غادي نلبسها كقميجه او بلوزه هنايا كما غادي تشوفوا معايا القدام نتاعها كله مشبك وهنايا في التحت نتاعها كله حريري غادي نوري لكم الطول نتاعها الطول نتاعها حتى لهنايا والنور نتاعها كما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا وديما كما قلت لكم بحال هاد الكسيوات هادو تلبسهم مع بونتاكور صغير ولا البونتاكور اللي قلت لكم انا في الفتره اللي هي فارطه شوفوا لي اول اللي تندير كان فيهم بزاف نتاع التنسيقات وبزاف نتاع الحويجات اللي هما يمكن يناسبوا المورفولوجيا او كيفاش هو الجسم نتاعكم كيفاش هو كاين بزاف 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 نتاع النصائح وهي دايره بحال هكا دونك الزرقاء حتى هي تايا غزاله جدا 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 عندها نص طول غير هي ما تايا مبطنه غير هي ماشي شفافه بحال الاخرى وتايا غادي نلبسها كما قلت لكم في الاول تايا مع بونتاكور يكون قصيوه وسبرديه لحقاش هي فريمون قصوره بزاف لا تكون بالنسبه ليا هي قصوره بزاف باش تكون كسوه واخا جايه حتى لهنا ولكن بالنسبه ليا هي قصوره بزاف باش تكون كسوه دونك هي دايره على هذا الشكل هذا وغزاله جدا 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 مشبكه كما تشوفوا معايا هنايا من الشمال كي تجي مور تجي غزاله جدا اللباس نتاعها تيجي زوين وقبل اخير لحقاش بالاخر غنلقى بيجاما دونك غادي نوري لكم واحد الكسوه اللي هي فنه غزاله 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 دونك هي من اللور كما شفتوا معايا طويله بزاف ومن القدام قصيره ولكن قصيره حتى لتحت الركبه دونك انا يمكن ليا نلبسها غادي نوري لكم انا الطول ديالها وتجي بيان سور مع شي سباطار اوبن يكون غزال وشي بوشيطه وممكن تخرج بها في الليل غير هي اللور شي شويه هي دايره زعما تكون غاديه في اللور هذه مثلا ماشي الزنقه ولكن اذا كنتي معروضه لشي بلاصه ولا غاديه لشي حفله ولا بغيتي تعجي انتي الزوج نتاعك في شي ريستوران يا من طوموبيله من ريستوران طوموبيل يعني ما غاديش توسخ ليك تهزيها شي شويه هكا وتدخلي بها تجي روعه جدا 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 دوك هذه هي التقطعه نتاعتها من التحت ومن الفوق غنوري لكم من الفوق طالع الكل نتاعها حتى لهنايا وبالكميمات وخلاص راه فيها سداده من النور وهي راه عريضه تجي روعة هادي بلا ما تحزمو عليها لحقاش غير تحزمو انتو عليها مغاديش تبان ليكم الجمالية نتاع ديك الصوار خاصها تبقى هكا يكون فيها هي واحد اكسسوار اللي هو المهم الا نتوما بغيتو ديرو دي بوكل دوغاي وبغيتو تهزو شعركم من الفوق لحقاش هاد الكسوه هادي احسن يكون شعركم مهزوز الفوق وديرو دي بوكل دوغاي وبوشيطة والصلاه على النبي تخرجوا تري 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 كلاس و غادي تكونوا مميزين بين صديقاتكم واخيرا بيجاما نتاع الرسم المفضله نتاع تميسه هي غزاله على الشكل هذا وخديت بيجامات اخرين كانوا نتاع النحله المهم تعجبوني بحال هاد البيجامات هادو في الدار تيجيو زوينين زعما ماشي غادي يكونوا مختصين غير البنات اللي هما مزوجين
حتى اللي مزوجين يقدروا يلبسوا بحال هاد البيجامات هادو. غزالين ديكونتراكتي حتى هي اللي عجبتكم غادي تلقاو لي نتاع تحت في صندوق الوصف، انا غادي نبقى لابسه وغادي نمشي نجيب واحد الروينه دايره انا، غادي نمشي نجمع هاد الشيكه كله. حبوباتي البنت نتاع درا تكمل، نتمنى يكون الاعجابكم، نتمنى يكون مفيد لكم، ما باش تزقاليات ما باش تزقام بلاصه، يكون مفيد لكم من خلال الافكار اللي غادي نعطي لكم في الملابس. وليت تنخلط اللغه الدارجه مع اللغه العربيه، وغادي تدخل وغادي يخرجوا لي واحد اللغه نتاع ليكستراتيغست الناس تعرف هذا. نتمنى تيكا كله ان اعجبكم، انا عارف ما غاديش يعجبكم كاع جميع لحقاش اللباس تيكون ادوار، كاين اللي غادي يعجبو كاين اللي ما غاديش يعجبو، ولكن الحوايج اللي نتوما عجبوكم وتشوفوهم يمكن يجوا معكم كتبوهم لي تحت في التعليقات. نرحب بجميع التعليقات نتاعكم، جميع لي كومونتير نتاعكم، جميع الاسئله نتاعتكم. الاسئله نتاعتكم راه قلت لكم ما بغاش تسقاب بلاصتها، الاسئله اللي ما جاوبش عليها في التعليقات غادي نجاوب عليها في فقره سؤال حبوباتي. نتمنى لكم امسيه طيبه، الى اللقاء. كما ما ينسى قالت لكم الى اللقاء، ما ينسى تقول لكم الى اللقاء وحقنا الصغيره الى اللقاء. نقول لكم بان راه ميسه هي تحشتكم، ولكن كما قلت لكم فيديو في شهر، دونك فيديو في شهر، دونك شكرا 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 جزيلا لجميع التعليقات نتاعكم تقولوا لي فينا هي فينا هي فيا، ولكن قلت لكم فيديو في شهر، فيديو في شهر ان شاء الله غادي تجي قريبا ان شاء الله. فيديو اللي غادي يكون نتسناو كلكم ان شاء الله غادي يكون قريبا على القناه. اعتني بنفسك وكوني اجمل، الى اللقاء. ما تنساوش الانستغرام والفيسبوك لتحت في صندوق الوصف. باي باي.